وقطر تريد أن تنتهز هذا الوضع. في نهاية المطاف لن تستطيع قطر أن تفعل شيئا للأمير محمد بن سلمان. أرحب من الدوحة بالأكاديمي والمحلل السياسي دكتور علي الهيل. مرحبا بك دكتور علي. سؤال بديهي. مرحبا صديقي. يا أهلا. قطر ستحضر هذه القمة لا محالة، لأنها ربما أحوج الأطراف إلى انفراج في هذا الاستعصاء. لا أدري ما مدى صحة هذا الكلام أنها الأحوج إلى هذا الانفراج، ولكن نحن إزاء 5 تحديات على الأقل. في حالة توقيع اتفاقية ثنائية قطرية سعودية هناك 5 تحديات. التحدي الأول ضمانات دولية تحكم هذا الاتفاق. التحدي الثاني أن لا يكون ثم التنازل عن قضايا رفعت على دول الحصار. التحدي الثالث عدم ربط الاتفاقية مع السعودية بالصلح مع الدول الأخرى. التحدي الرابع الشروط 13 في 2017 ثم تحجمت إلى 6 مبادئ. وأما التحدي الخامس فهو تأثير الحصار أو تأثير دول الحصار على السعودية، وكيف ستواجه السعودية هذا التحدي من دول الحصار وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف ستتعاطى معه. دكتور علي، وكأنني أتلمس الذي نعرفه نحن. طيب. أن من كما يبدو أكمل أن الاتفاقية ستكون ثنائية بين قطر والسعودية على أساس نظرية التدريج. أوكي، على مسؤوليتك هذا الكلام، لأنه الكويت التي بذلت مساعي ومساعي من أجل تحقيق انفراج حتى بدا الأمل في 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 حل الأزمة بعيدا أو كولادة متعسرة. إذا اعتمدنا على مصادرك التي تتنبأ ب كما أقرأ أنا نعم كما تتنبأ باتفاق سعودي قطري في نظرك كما أقرأ أنا نعم كما أقرأ أنا وكما يبدو لنا وكما تناهى إلى أسماعنا أن الاتفاقية ستوقع، الاتفاقية المحتملة إن وقعت فستوقع بين قطر والسعودية. لماذا؟ لأن السعودية أولا تاريخيا أقرب إلينا من بقية دول الحصار، ثانيا لحاجة القطريين للحج والعمرة اللذين تم تسييسهما من قبل الحكومة السعودية، وتم منع القطريين منعا تعسفيا من دخول الأراضي السعودية لأداء الحج والعمرة، وثالثا أيضا نحن لدينا حلال ولدينا مزارع ولدينا أملاك كثيرة في السعودية، ولدينا عائلات مشتركة تتجاوز 2000 عائلة قطرية سعودية معروفة مشتركة. هذه العوامل لهذه الأسباب أعتقد أن أستاذ علي لابد أن نستوضح شيئا، لأن تحليلك، وأنت شخص مقرب من رأي الرأي الرسمي في قطر، تحليلك يبدو وكأن الدوحة تلمست حاجة ماسة في واشنطن إلى تحقيق انفراج، وربما حاجة ماسة لدى السعودية، وإلا ربما لما سمعنا عن هذه الشروط 5 التي تتحدث عنها. هل تشعر قطر بأن السعودية بحاجة إلى شيء، أو أنها التزمت مع إدارة ترامب لإعلان شيء قبل يناير قبل انتهاء ولاية ترامب؟ لا، أنا وصفتها بالتحديات 5 التي ستواجه السعودية في حالة احتمال توقيع الاتفاقية الثنائية بينها وبين دولة قطر. طبعا ترامب له مصلحة في أن ينهي هذه المأساة التي بدأها، ونحن نعرف كيف بدأت هذه المسألة ولا في داعي للدخول في التفاصيل. محمد بن سلمان يريد طوق نجاة في واقع الأمر، لأن بايدن قادم وبايدن يقف ضد محمد بن سلمان في ملفات كثيرة، في ملف الاتفاق النووي مع إيران، في ملف المعتقلين والمعتقلات في داخل السعودية، في ملف جمال خاشقجي، في ملف سعد الجبري، في ملف اليمن، في ملف جمعيات حقوق الإنسان. وقطر تريد أن تنتهز هذا الوضع. في نهاية المطاف لن تستطيع قطر أن تفعل شيئا للأمير محمد بن سلمان. ابقى معي لأنني سأرحب الآن من دبي بالأستاذ خالد محمد، مدير تحرير
إرم نيوز. أستاذ خالد محمد، دكتور علي الهيل، أنا آسف لم تنضم إلينا من البداية، لست أدري إذا كنت قد أصبت شيئا من تحليله. هو يقول أنه الانفراج أو القمة إذا انعقدت سيتعلق الأمر ربما مبدئيا باتفاق سعودي قطري بداية الأمر، بماذا يعني لك أن تعلق؟ مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيفك الكريم. أنا أعتقد أن هذا مسألة الاتفاق الثنائي هو جزء من الخطاب الذي سعت له قطر من بداية الأزمة، وهو محاولة الترويج على محاولة شق صف الدول المقاطعة لقطر. هذا كان واضح منذ البداية. هذه هي الاستراتيجية التي تبنتها قطر، وأنا أتوقع أن هذا الأمر غير واقعي. في النهاية السعودية هي تمثل باقي الدول، وإذا حصل اتفاق فهو سيكون اتفاق للجميع. مآخذ السعودية بالمناسبة على قطر هي متطابقة تماما مع 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 الدول الأخرى. إذا الاتفاق أي اتفاق يحصل مع السعودية هو بالنتيجة هو اتفاق مع الأطراف الأخرى، لأن الخلاف هذا هو نفسه. لكن الخطاب الإعلامي والتوجه السياسي لقطر الذي انتهجته منذ بداية الأزمة هو محاولة شق الصف في الدول. طيب. والاستمرار في ترويج هذا الخطاب هو مؤشر خالد. على أن هنالك سأعرض هذه الحجة على الدكتور علي الهيل بعد قليل، لكن أرجو أن أستوضح منك. إذا كانت المملكة العربية السعودية وهي تقدم على هذه المبادرة وتريد عقد هذه القمة، هل معنى هذا أنها نسقت مع حليفها الرئيسي في المنطقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا وهذا أيضا مهم مع حليفها الإقليمي الأهم أيضا ألا وهي مصر؟ هذه المسألة لا شك فيها، ولكن دعني أولا أوضح أن الحديث عن القمة حاليا يعني غير موجود. القمة الحديث الآن أن القمة تأجلت، والحديث أن القمة لن تشمل أي مصالحة في الوقت الراهن. قد تكون يعني حسب التسريبات على أقصى ما يمكن أن تكون يعني تتضمن إعلان مبادئ، ولم تكون يعني أستاذ خالد محمد ولم تشهد اتفاق. أستاذ خالد محمد، رأينا كيف أن المستر دونالد ترامب بمعجزة تمكن من تطبيع علاقات إسرائيل مع كذا دولة في المنطقة، وربما يفعلها مع القمة الخليجية. ثم لماذا تتحدث الكويت وهي صاحبة المساعي عن انعقاد قمة مطلع العام القادم؟ نعم، الكويت تتحدث عن اتفاق نهائي، وهذا كدورها كوسيط أن تعلن مثل هذه الإعلانات من أجل الضغط على الأطراف لإنجاح وساطتها، وهذا شيء طبيعي ومفهوم. لكن أنا لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي قد تكون لها دور مسهل، لكن في النهاية لن يكون هنالك أي حل أو اتفاق دون أن لا أعتقد أنه سيكون هنالك اتفاق مجاني مع قطر. هذه هي الفكرة، سواء بترامب أو بايدن أو غيره لن يكون هنالك اتفاق مجاني. جذور الخلاف والنقاط الخلافية الأساسية سيكون فيها يعني عظيم. سيكون فيها خطوات، وإلا لن نشهد اتفاق. دكتور علي الهيل، ما الذي يدفعك إلى الإطمئنان علما أنك قلت ثمة فرضية أن يعقد أو يبرم اتفاق ثنائي، لكن ما الذي يدفعك إلى الإطمئنان على أن شيئا ما قد يبرم بين الرياض والدوحة؟ لأن السعودية هي التي طلبت عن طريق الوسيط الكويتي الصلح مع دولة قطر، ولم تذكر الشروط 13 ولا المبادئ 6. هذه واحدة. الثانية، محمد بن سلمان يريد أن يفوت الفرصة، وكذلك حليفه الاستراتيجي الأمريكي ترامب يريدان أن يفوتا الفرصة على جو بايدن لإغلاق ملف الأزمة الخليجية. وكما وضحت لك جو بايدن وموقفه من محمد بن سلمان، وأنا أقول لك إن كذلك السعودية يعني دولة قطر وتركيا استطاعتا أن تعزلا السعودية عن الإمارات لأسباب كثيرة، إذا تحبني أذكرها لك بذكرها لك. دكتور علي، السبب الأول معلش. أن السعودية مختلفة مع لا تنسى أن أحد المطالب كان إغلاق القاعدة التركية في قطر. ثم هذه النبرة التي تحدث بها دكتور علي هي جزء من التصعيد الإعلامي اللي في نهاية المطاف قد لا يخدم مصالح قطر أو هدف
عقد قمة أو إبرام مصالحة. لا لا اسمح لي، ثمة مغالطة. القاعدة التركية نحن اضطررنا إليها بعد أن فرض علينا الحصار البري والبحري والجوي والذي قرأنا فيه بمثابة إعلان حرب، بل هي حرب شنت علينا من خلال الحصار البري والبحري والجوي. لذلك اضطررنا إلى أن نلجأ إلى تركيا. لماذا؟ لأن كان هناك مخطط جاهز لغزو دولة قطر، وهذا ليس كلام مجالس، هذا الكلام أفصح عنه الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت الراحل في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 3 أسابيع من نشوب الأزمة، وفيما بعد فصل فيه ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي السابق. ماذا تتوقع من دولة محاصرة برا وبحرا وجوا من 3 دول خليجية في منظومتها الخليجية في مجلس التعاون، وعرفت أن ثمة غزوا سيحدث في 5 يونيو حزيران 2017، اضطرت إلى أن تلجأ إلى إيران، اضطرت إلى أن تلجأ لاستضافة القاعدة التركية لحماية نفسها. ما المشكلة في ذلك؟ أوكي أستاذ خالد محمد من دبي، لابد أن أسألك هنا عما قاله دكتور علي الهيل عن عزل السعودية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها تمكنت من ذلك، علما أننا نعرف أن خلاف الإمارات مع قطر بشأن الوضع في ليبيا، بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وهي طبعا قضايا رئيسية حتى بالنسبة لمصر. وسمعنا وزير الخارجية الإماراتي يقول بالحرف في مؤتمر صحفي إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة، وطبعا كلام كبير لفظيا لكن المقصود معروف. من أنا ما تفضل كلام ضيفك غير واقعي، وهو يقول أن السعودية الآن تترجى قطر وأن السعودية تطلب من قطر صلح بدون شروط، هو كلام غير واقعي. أما حديثه عن عزل الإمارات فهذه بالضبط من المؤشرات على أن الأزمة بعيدة المصالحة بعيدة المنال. فكلام ضيفك هو جزء من الخطاب الإعلامي القطري، الخطاب السياسي القطري التآمري، فكرة أنه لنتآمر على الإمارات مع السعودية. أستاذ خالد اسمح لي أن أقاطع، بإمكاننا نحشر الإعلاميين أن نجلس هنا ونحلل ونتنبأ، لكن كثيرا من المراقبين يقولون أن هناك أشياء تجري في الخلفية، خاصة بعد اتصال هاتفي نادر بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي. وبالتالي أنت قلت أن السعودية تتحدث باسم الجميع، هل لديك أدلة دامغة على هذا الكلام، على أن هناك شيء ملموس سيكشف عنه أو سيتحقق مطلع العام القادم؟ أنا 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 أنت أنا اسمح لي بأكمل فكرتي بخصوص الرد على طب أنا آسف تفضل. هي الفكرة بس كمان أنه نتلمس أنه ضيفك أيضا هذا جزء من الخطاب السياسي القطري، هو يعني هو تفاؤل كبير بخصوص بايدن، يبدو أنهم لم يطلعوا جيدا على سياسات بايدن. أنصح ضيفك بالقراءة عن آراء بلينكين وزير خارجية بايدن الذي يرى الذي متفهم تماما للموقف من مخاوف الرباعي من دعم قطر لجماعة الإسلام السياسي، هو متفهم لهذا، كما أنه أيضا يتقاطع مع جماعة مع الدول ضد تركيا، تتقاطع معهم في الموقف المتشدد ضد تركيا. عليه أن لا يتفائل كثيرا بخصوص بايدن. أما بخصوص ما ذكرته فأنا يعني أنا لم أفهم أيضا الجزء الأخير من سؤالك، لكن بخصوص العقلية التآمرية هي لنتآمر مع عزل السعودية لعزل الإمارات لنتآمر السعودية، هذه نفس توليفة الخطاب السياسي القطري، وهي مؤشر على أن في الحقيقة المصالحة بعيدة المنال تماما. وأنا أعتقد أن السعودية وعلاقة الإمارات والسعودية تجاوزت هذه المسائل بمراحل، وأن محاولات القطرية للوقيعة بين السعودية والإمارات هي غير مجدية. طيب. لأن علاقة البلدين أكثر من استراتيجية، وقضية قطر بالنسبة لها هي قضية صغيرة جدا من ملفات كثيرة البلدان. شكرا جزيلا. مع قوى أخرى أهم من قطر. أستاذ خالد محمد مدير تحرير إرم نيوز من دبي، أشكرك جزيلا. أشكر أيضا الأكاديمية والمحلل السياسي دكتور علي الهيل من الدوحة، جزيل الشكر.